مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد كيعود الشارع المغربي باش يسول الناس اكفس اداره مغربيه مشيتوا عندهم وعاملوكم معامله خايبه، ولا عطاوكم مليون واش تقدروا ترجعوه عندهم؟ الا بغيتوا تعرفوا اجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شريف شنا كاعي وزاد الجوا اكفس اداره مشيتي لها وعاملوك خايب. اكفس اداره سيدي هي بنو رشد السبيطار، كنت فيه وهما كيمحنوا فيا، سير جيب التصويره ديال سير جيب التحليله ديال الكلاوي، سير جيب التحليله ديال الراس، سير جيب التحليله ديال هادي، سير دير السكانير ديال الراس، دير السكانير ديال قتلونا قتلونا خويا. يعني كيبقاو يديو فيك ويجيبو صافي هادشي كيديو فينا ويجيبو شي حاجه ما قديناها، ها الوراق ديالها هما قدامك ما كنشوف فيهم. ودابا السبيطار اللي عطاوك مليون وقال لك ترجع ليه ترجع ليه؟ ما رجعش لبوه، سلامه لا هما لا المليون والو كاع والو، شد بالله تعالى وسيدنا. شي رساله منك؟ انت نطلب الله ونطلبوا سيدنا باش يشوف هادشي، هو هادشي راه بزاف هادشي اللي كيديروا للمواطنين. المواطنين راه ناعسين على الشارع تما في السبيطار، ناعسين على قدام السبيطار في الشارع، نلقاو حتى يداويوهم عباد الله والدمايات والناس مهلوكه. مكاتب ديال الهجره، مكاتب الهجره كياخذوا الفلوس من عند الناس كينصبوا عليهم وما كاين لا خارج لا والو، كيقول لك كنصيفطوك برا كياخذوا ما كيصيفطوش كيعاود الشلا. ودابا لا ردوا لك فلوسك وزادوك مليون فوق منهم، واش باغي ترجعي ديري نفس الخطا؟ لا ما نعاودش نفس الخطا، صافي تجربه ودوزتها صافي ما نعاودش لا. وشي رساله منك للمسؤولين؟ كنتمنى الامن والسلطات ياخذوا بهاد العبره بان هاد الناس راهم عين الصابه. شحال خادوا من عندك ديال الفلوس؟ مليون ونص. مليون ونص هذه غير التصبيق؟ غير التصبيق. وشحال كنتي غتزيديهم؟ غنزيدهم شي 8.5 باش تمشي لبرا وكنتي تبقايا هنا في بلادك وتاكليها. ايوا كيقول لك غادي تاخذي واحد الصالير مزيان وهادي وهادي. طمعوك؟ طمعوني طمعنا. الاداره اللي تتعاملني خايب وتندوز معها مشاكل كثيره هي الابناك. هي الابناك؟ نعم. دابا واخا يقولوا لك اجي عندنا نعطوك مليون وما ترجعش عندهم. يا ممكن ارجع، ولكن الا رجعت نتمنى ان الخدمات تحسن وتحسن الوضعيه وتكون عندهم خدمات اللي تتلبي احتياجات من ناحيه اش كتلقى العراقيل تماك. المشاكل اللي تلقاها هي انك خصك دير الصف وانا عندي احتياجات خاصه صعيب علي تكون يعني من يعني صبخوك انت الاول. فعلا لا تعطيني الاسبقيه والاولويه غيكون احسن، لان هذاك الرافق اللي تيجي عندي تشكون عليه ضغوط خصو يمشي في اي لحظه، اذا ما فاش يعطلوني تيخلقوا لي انا مشاكل نفسيه، وتا مع ذاك لو كيد ذاك الانسان اللي تيرافقني مره. ما نقدرش نذكر السميه، ولكن المعامله كانت نيل صراحه، ما معامله ما والو. جماعه عماله مقاطعه؟ لا ما عرفت صراحه، ما نحددش لك، ما بغيتش نحدد لك حيت اللي غيشوفني غيعرفني فين كنسكن وغيعرف اشنا هي. فين ما كنبغي نصايب شي ورقه كنبقاو حتى الغدا حتى الغدا، ومع انني كنمشي بكري، كنمشي مع التسعود ولا مع التمنيه، يعني راه فايقه بكري زعما، وما كيعاونونيش مزيان صراحه، وما ما كيعطوكش نهائيا وقت، كيقول لك حتى الغدا حتى الغدا، بغيتي غير الخلق ما كاينش اللي يصاوبوا لك. دابا اللي عطاوك مليون وقال لك ترجعي عندنا ترجعي عندهم. رجع عندهم الصراحه مليون ترجعي تصوبي الورقه. ورجع نصوب له ورقه. هي ماشي معامله خايبه بالذات، ولكن كانت وقعت لي واحد لانسيدون، كانت تمشى لي الساك فيه الوراق الوثائق ديالي كاملين، ولقيت اللي كنت يعني لو لوندوما مشيت باش نعاود لاكارت ناسيونال، قالوا لي خصك تشدي رونديفو، وانا رونديفو يعني وما عندي حتى وثيقه ثبوتيه، يعني نخرج غير الزنقه ما عنديش ورقه هي الاخره، ما عنديش الدوليه كل شيء، فاكيد يعني كنتمنى ان الامور تبدل، يعني ديك المساله ديال خذي رونديفو عاد تجي تاخذي لاكارت ناسيونال او دفعيها، كنتمنى ما تبقاش هذه المساله. يعني طلع لك الدم؟ طلع لك الدم لانك ما عندك حتى وثيقه. مثلا قالوا لك الاداره غتعاودي ترجعي عندنا ونعطيك مليون ترجعي عندهم. هي مساله ماشي مليون، هذا راه حق من حقوقي، ما مشروش غادي يعطوني فلوس، الحق راه ما كيتباع ما كيتشرى. يعني غير انا كنتمنى هذه رساله للمسؤولين، ان يعني كاينين واحد الضوابط اللي كاينين في واحد في, في 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 القانون، خاص ربما يتفهم يكون في واحد شويه تغيير لصالح المواطن. كنتمنى ان رسالتي توصل ان شاء الله. تحياتي. مرحبا.